فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول عندنا بعض الناس عند الوصية يستحسن في قسمتها فيقول الأرض والعقار للذكور، وعلى الذكور أن يعطوا الإناث مالا وليس لهن من الأراضي شيء. يقول لا، لا يجوز هذا، هذا ما يجوز، هذا حيف، هذا حيف، فلا يمنع الإناث من الإرث من الأراضي ومن الأملاك، أعطاهن الله الحق فلا يحرمهن، يقول عوضوهن عن ذلك، لا ما يجوز له هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.